طب احنا عارفين ان الجمباز دي يعني افرع مختلفه او انواع مختلفه، عايز اعرف كل واحد فيكم متخصص في ايه. احنا فني كبنات في اربع اجهزه متوازي وبيم وارضي وحصان، ولازم نلعب الاربع اجهزه عشان يدينا اول راوند يعني مجموعه كل الاجهزه. وبتتنافسي في الاربع اجهزه؟ بالظبط. لكن مفيش تخصص في جهاز معين؟ لا، طالما يعني البنات لازم يمارسوا يعني يتنافسوا في الاربع دلوقتي. اربع اجهزه. وبالنسبه بقى للشباب الاولمبي هم ست اجهزه، ارضي وحصان حلق وحلق وحصان قفز ومتوازي وعقله. برضو المفروض يعني نلعب السته، نلعب الست اجهزه عشان اللي هو يعني بنشوف برضو الاولى راوند بتاعهم وكده، وبرضو كل واحد اللي هو بيكون مثلا في ميداليه للجهاز، وفي بقى ميداليه في الاخر للاولى راوند، وفي ميداليه للفرقه. بس لو في مثلا متميز في واحده جهاز معين من السته، فكره التخصص دي مش موجوده؟ بتبقى لا موجوده، زي مثلا زي علي زهران ده لعيب عالمي يعني في جهاز الحلق بتاعنا في منتخب مصر، طبعا يعني قدوتنا كلنا يعني. هو متخصص في جهاز الحلق بس، ويعني ما شاء الله عليه يعني بينزل بيكسب دايما يعني.